الكلب الهاسكي العينين الازرق. في ناس طلبوا مني اعمل لهم فيديو توضيحي عن هذا الكلب. اكيد في ناس بتقول لك هذا الاسكا وفي ناس بتقول لك هاسكي مبندك على الاسكا. اكيد الالاسكا بيجوش عينيه زرق، هذا الكلب عينيه زرق زي ما انتم شايفين. تعال وين بدنا السعدان؟ المهم اكيد معظم الكلاب الالاسكا بتيجي ضخمه، انا ربيت منه الالاسكا بيجي ضخم ضخم، هذا عينيه زرق زي ما انتم شايفين. شايفين عينيه؟ هلكيت هو تقريبا نقدر نقول هاسكي مهجنينه، مش مهجنينه ما اعتقدش انه مهجن. في هاسكي بيجي ابيض، في هاسكي بيجي عليه شعر، وفي هاسكي بدون شعر، والالاسكا بيجي عليه شعر. شايفين كيف بغير شعر الكلب؟ هلكيت هاسكي مش هاسكي، الاسكا مش الاسكا، المهم الكلب حلو عينيه بيجي زرق ومن اجمل الكلاب. بس مشكلة هاي الكلاب بدها ترويض قوي، مشكلتها زفلتها بتهرب وتضل شاربة. لازم الواحد يبلش يدرب فيه من هو صغير ومشي جنبه، لأنه فيهم عادة. هذا النوع من الكلاب زي ما بقولكم بيكون بتكون مربيه عندك سنة سنتين، وإذا فلت بضله رايح، يعني مش زي باقي الكلاب. تعال بس يا سعدان جنب. طبعا هذا الكلب عمره 8 اشهر بس، لسه صغير. شايف هذول الكلاب؟ شايف؟ تلعب معاه بالحبل. شايف؟ يعني كلاب هاي أكثر شيء هي للعب، كلاب للمنظر، للحراسة صعب صعب جدا. شايف بحب يلعب. في ناس تعتقد انه بيزبط للحراسه، للحراسه قليل جدا، 1% 1%. امسك امسك يلا امسك، تعال يلا امسك، يلا يلا امسك. للحراسه ما بيزبطش بس للمنظر. يلا تعال